حنبدأ اليوم في محاضرة مهمة جدا، types and functions of the neural police. حنتكلم على كل types: IEM, 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 IEM. حنتكلم إن شاء الله على كيف يحصل. خلي واحد مكتوب. اللي تاخروا وكذا وهم يحضروا عادي يجون المكتب بعملوا ايفالويشن، وهذا الايفالويشن حنعتمده للي جاوبوا ان شاء الله. طيب اول واحده
the macrophage, B cells and dendritic cells are take the organism processing and present in the associated MHC class II. When B cell activity is differentiated into cells that produce antibody response. Five cytokines that are produced by T cell and T to auto activation and proliferation is called. Enhancing of phagocytosis by causing the organism with antibody and organism. Optimization. After maturation of the cell, in the primary lymphoid organ, B cell growth factor, B cell growth factor, and B cell deficiency factor. So, amylopeol encoded by genes of the MHC that participates in antigen presentation to CD4 T helper cells. T helper cell, it's called an MHC class 2. Antibody has receptor for FC portion on mast cell and basophil. Immunoglobulin that doesn't cross placenta and is present in the case of recent infection. Substance that can enhance the immunogenicity of antigen without altering their chemical nature. Adjuvants. T lymphocytes respond only when appropriate antigen presented and associated with either self MHC class 1 or MHC class 2. MHC class restricted. Newborn suffer from fever after delivery. Intra-uterine infection. هذه ما كانتش معكم لا كان موجوده معكم دي لا سكان ذا سيل برافو عليك نشر كيلر سيل which antibody able to do ADCC oxidation complement activation IgG برافو immunoglobulins cannot activate complement IgM لا لا IgA A or E motion هذا كمان موجود. طيب immunoglobulins that has secretory base and its function prevent attachment. Secretory IgA. طيب لو سمحتوا exercise ثاني جمع اعملوا comparing between IgM or IgG. تفضلوا. طيب ركزوا معي أول شيء كيف نعمل؟ كيف نعمل comparing between the IgG وال IgM؟ أول حاجة بالنسبة للسيرة طبعاً حكيتها اللي أنا أعطيتكم إياها تقروها عشان بس تركزوا فيها 75 ما في مشكلة وهنا 9% المولكيولر ويت هنا لو هنا هاي الاستراكشر هنا مونوميريك ما معنى مونوميريك انه احادي يعني جزيء واحد طيب السؤال لكم الجزيء هذا الواحد كم يرتبط على السجين؟ برافو عليكم شوف واحد في منطقه في الباب ده واحد في منطقه في الباب ده طيب هنا بنتاميريك كم يرتبط المولكيول؟ 10 ودي حكمه الله عز وجل انه يكون اول أول إميونوجلوبولين يطلع قادر إنه يعمل اتاتشمنت لعدد كبير من الأنتيجين. الأمر الآخر الـ H chain موجودة في الجين.
جاما قلنا الجاما هيفي تشيك نوع جاما وهناك نوع نيو الامر الاخر الجي تشين موجوده في ال ما في في الجي ما في لكن لانه هذا في التمريك بيرتبط بحاجه تسميها جي تشين كومبلمنت اكتيفيشن يعمل اي جي جي كومبلمنت اكتيفيشن اسمعوا هنا يعمل ياس وهنا ياس واكثر لانه لا كمان بنت امريك الامر الاخر كروس بلاسينتا ياس وهنا لو ونقطة في منتهى الأهمية ليس صحيحا إنه الـ IGM ما يعديش البلاسينتا لأنه لارج سايز مش صحيح مالوش ريسبتر بدليل إنه الـ other immunoglobulins اللي هم الـ IGE والـ IGA هم زي الـ IGG في المروك الوين ومع ذلك ما يعديش إذن هي ليوتو إنه ما فيش ريسبتر الاوبسمايزيشن يعمل اي جي وهنا ما يعملش لو في سؤال تشوفوها ليش طيب الاي دي سي سي اي جي جي وهنا انتيجين ريسبتور اون بي سيل هنا ما في وهنا في واضح طيب اي جي جي جيف ريزون اي جي جي از ذا اونلي اميوغلوبين ذات كان دو اوبسمايزيشن ليش؟ تسمع الاجابه ليش؟ ليش الوحيد الـ IgG هو اللي يعمل optimization؟ طبعا سرعة سرعة يا شباب نسمع برافو عليك برافو لأنه إجابته هذه الإجابة لأنه هذه الفاكوسيتك سيل معها FC ريسبتور للـ FC بورشن حق الـ IgG فبالتالي قادر يعمل optimization واضح؟ واضح تمام طيب لا واضح سهلة ليش يعمل optimization مش اتفقنا ان optimization يتم بالـ FC portion قولي ايوه طيب الـ IgG الوحيد اللي له receptor الـ FC portion على الـ FC فبالتالي يلتفت الـ FC portion على الـ FC receptor ويحصل optimization واضح تمام طيب الـ IgG is the only immunoglobulin that can pass to the plasma كويس على واحد لحظة سمحت سؤال بسؤال شو اسمع منكم ليش؟ تفضلي لأنه واحد لأنه له specific receptors على البلاسما بالتالي يعدي اثنين يعمل كل الفانكشن صحيح ثلاثة شوف كمان ثلاثة بيجي سؤال حق ثلاثة هذه واحدة انه مهم الاي جي جي انه يعدي عشان يحمل فيروس لمدة ست شهور سبع شهور ما واضح اذا دي الاسباب اللي يعدي فيها أول سبب زي ما قلنا إنه له FC portion receptors الأمر الآخر إنه يعطي passive immunity و passive protection للفيتس الأمر الآخر إنه يعمل كل البيولوجيكال activities اللي قلناها فبالتالي ده يعمل ADCC يعمل optimization يعمل complement activation يعمل neutralization كمان يعمل agglutination give reason الـ IgM in the newborn blood indicates intrauterine infection يعني لو جنين الان ولد واخذوا منه سيره وطلع عنده اي جي ام هل اي جي ام عدى من عقل البسنت لا ما معناها ان احنا حاطين اي جي ام في النيو بورد معناها ان الجنين اصيبه في بطن امه سواء كان بالسيفلس سواء كان بالروبيلا سواء كان بالسايتوميجال فيروس سواء كان بالتوكسوبلازموس او التوكسوبلازموس او هذا السؤال بدياكم هذا السؤال IgM is the only antibody made to ABO blood system or blood group antigen. برافو عليك. لأنه بولي ساكرايدز. يعني لو أنا فصيلة دمي لو فصيلة دمي إيه؟ معاي في السيرم حقي في البلازما أنتي بي. من فين جت هذه الأنتي بي؟ لأنه ما في الـ IgM.
طيب احنا قلنا اذا الاي جي ام هو الانتي بودي الوحيد اللي بيميت لانه بيكون في بوليساكرايد انتيجين. هنا ما معناها التي سيل مش حتشارك معايا شباب، فبالتالي لو ما شارك التي سيل معناها انه ما فيش سايتوكاين. لما ما فيش سايتوكاينز معناها ما فيش كراس او بعدين كراس واتشز، يعني معناها مش حيتحول الاي جي ام الى اي جي جي، فحيظل اي جي ام. هذه واحده. الامر الثاني المفروض عرفتوه في الفسيولوجي، ليش اللي فصيلة دمه A مثلا يكون عنده انتي بي واللي فصيلة دمه B يكون عنده؟ اول ما يولد الجنين في انتيرو باكتريسي، الانتيرو باكتريسي دي سبحان الله يعني الاي بي اللي هي الانتيجين اي بي انتيجين موجوده في الناتشر ابندنت بشكل كبير. فتخيلوا لو ده فصيلة دمه ولد فصيلة دمه A صح؟ هيكون في انتيجين A على الانتيرو باكتريسي. طبعا A دي خلاص فصيلة دمه فمش هيروح يكون لها اي انتي بوديز، لكن في معاه في الانتيرو باكتريسي معاه B، فهيكون الجسم حقه يروح يكون انتي B، ولانها بولي سكرايد هتكون من اي جي قول اي حاجه اي جي. تمام جميل. اذا نفس الوضع ده ليش بيتكون عنده كل واحد عكس الفصيلة حقه؟ لانه في انتيرو باكتريسي عليها ابندنت للتايب اوف انتيجين A و B، فعلى حسب لو كان فصيلة الدم بي اذا الميوس سيستم حقه مش هيتفاعل مع البي، هيتفاعل مع ايه؟ فدي نقطة. ذلك فصيلة اللي فصيلة الدم او هيكون معاه انتي ايه وانتي بي لانه ما عليش اي انتي جي. فدي النقطة اللي كيف يكون كل واحد نوع انتي عكس الفصيلة اللي هو اللي يمتلكها. Give reason الاي جي ام cannot do opsonization and ADCC by its FC portion while it activates complement by its FC portion. مش منطق انه كيف يعمل activation للcomplement بال FC portion وما يعملش optimization. على فكرة انا قلتها في مسألة المحاضرة، اللي مركز ويجاوب حاعطيه وعطاء مملكش القط، اعطيه حاعطيه واحد يجاوب لكم فكروا سهلة سهلة تفضل سجع تفضل. حلو محاولة حلوة لو سمحتوا اسمع بالله. ايوه ليش ما يعملش يعمل اكتيفيشن فورمس بس ما يعملش اوبسمايزيشن؟ ليش؟ ولا يعمل اي دي سي سي؟ نص درجة نص درجة. اسمع نص انا لك وين محمد ذكرني بالله انا يستاهل نص درجة برافو عليك يا سؤال، برافو عليك الإجابة دي. احنا لابد ان نميز بين امرين، بين اي جي ام فيكسد على بي سيل وبين اي جي ام اللي نتكلم عليه اللي هو فري واللي هو بنتامر. برافو عليك، هذا المونومر وهذا حيتكلم على البنتامر، بس الفكره حقك صحيحه. نص ولا يهمك نص. طيب احنا مش اتفقنا انه الاوبسمايزيشن تتم عبر السي اتش 3، السي اتش 3 مشغوله بالجي تشين فما يقدرش يتصل على الريسبتور، بينما الكومبلمنت اكتيفيشن يحدث بالسي اتش 2، السي اتش 2 فري فبالتالي تعمل اكتيفيشن كومبلمنت، لكن سي اتش 3 مشغوله لانه بنت مره فبيرتبط بالجي تشين فمشغوله فما هيش فاضيه، لكن السي اتش 2 فاضيه فبالتالي هي تعمل كومبلمنت اكتيفيشن. عليك بالضبط الا الاكتيفيشن كومبلمنت كـ اف سي، ولذلك لا يعمل اي دي سي سي ولا يعمل اوبسمايزيشن بالاف سي، بينما يعمل بالاف سي كومبلمنت اكتيفيشن لانه السي اتش 2 اللي هي السايت فور اكتيفيشن كومبلمنت متاحه، بينما السي اتش 3 اللي هي فور اوبسمايزيشن فور اي دي سي سي غير متاحه. طيب تعالوا نشوف كلاس سويتشنج. الكلاس سويتشنج ما معناها انه الاي جي ام خلوكم معي سهلة جدا انه يتحول الى اي جي جي او اي جي اي او اي جي
تي، لكنه ما يتحولش اطلاقا الى اي جي تي. احنا لما يحصل برودكشن للبلازما سيل لما تحول اكتيفيتد بي سيل لما تحول وطلع انتي بادي مش تطلع اي جي ام، ودي هنقول الان ليش تطلع اي جي ام. احنا مش اتفقنا معاكم انه في الهيفي تشين، في معنى الهيفي تشين في معنى منطقه للجين البي ومنطقه الجين الدي ومنطقه الجي، صح؟ اللي يكونوا الهايبر فاريبل. جميل، هذه كلها البقيه الميو والدلتا والجاما والاسود والالفا كلهم كونستانت تشين. قولوا تمام، واضح ولا احد معترض ولا اي حاجه؟ تمام. جميل، الان الكلاس سويتشنج ما يحدثش اطلاقا الا بالكونستانت هيفي تشين. ايش كونستانت هيفي تشين؟ فشايفين هذا الان قدامكم الانتي بوديز، شايفين فين يحصل التشين؟ يحصل في الكونستانت هيفي تشين. في بالكم ليش؟ طبعا على فكره اللايف ما يحصلش فيها اي حاجه خالص، ليش تقولوا؟ اشتي اللي بيجا والله عليهم زي ماني كريم اعطي درجه. تفضلوا تفضلي. اي حد بيعي؟ يعني بمعنى اخر كلام صحيح، عشان تتغير البيولوجيكال اكتيفيتيز تتغير بينما السبيسيفيتي ثابته، يعني الارتباط للانتيجين ثابت لكن تتغير الهيفي تشين فبتتغير الفانكشن. مش كاتر لو كان اي جي ام حيعمل فقط اكتيفيشن كومبلمنت، لكن لو تحول الى اي جي جي مش حيعمل ان دي سي سي، حيعمل اوبسمايزيشن وحيعمل نيوترلايزيشن وحيعمل اي دي سي سي اوبسمايزيشن. فدي ليش على اساس قلنا انه السيم سبيسيفيستي بالنسبه للتاب او بالنسبه للانتي بايندينج سايد، لكن حيحصل ديفرنت في البيولوجيكال كاركترز. في نقطة مهمة جدا، احنا مش اتفقنا لما يحصل اكتيفيشن في تو سيجنالز، اعيدها على فكرة. الام اتش سي كلاس 2 يجي معه تي هيلبر سيل او تي سيل ريسبتور مع سي دي 4. فهنا دي سميناها برايمري سيجنال. سكندري سيجنال في تو سيجنالز، البي 7 مع 28، برافو عليكم. والسي دي 40 مع 40. ساعات بعض الناس عندهم ديفكت جينيتك ديفكت في السي دي 40 ليجند من التي هيلبر سيل، فاذا ما طلعش السي دي 40 ليجند مش حيحصل برودكشن لسايتوكاين، وبالتالي مش حيحصل كلاس سويتشنج، وحيطلع معنا فقط اي جي ام وما فيش الاذر تايب اوف ديليجروبلينز. طيب كيف حيحصل كلاس سويتشنج؟ كيف حيحصل؟ شايفين، ركزوا معي سيمبل جدا. هذه الاس يعني السويتش جين، كل تشين جنبها جين اسمه سويتش جين. فهنا اللي هي الميو اللي هي اللي حتطلع اي جي ام جنبها سويتش جين. ومش اتفقنا قبل شويه ان الاي جي تي ما يطلعش خالص لانه مرتبط اساسا مع اي جي ام وما معوش سويتش جين. بعدين نفس بالنسبه للجاما ونفس الموضوع بالنسبه للابسلون ونفس الموضوع بالنسبه للالفا. فايش اللي يحصل؟ يحصل الان مثلا معايا انترلوكين 5، ودي النقطة اللي لا تنسوهاش، ما يحصلش كلاس سويتشنج الا اذا حصل برودكشن اوف سايتوكاينز. السايتوكاينز من اللي حيخليها يعمل برودكشن؟ ايه البرسل. جميل، لو حصل انه برودكشن لانترلوكين 5 بكمية، الانترلوكين 5 حيروح للسويتش جين للمنطقة الالفا. ايش حيعمل؟ حيعمل الاتي، هيقرب الفاريبل ريجنز اللي هي بالنسبه للهيفي تشينج، وهيقص يعمل كده يعني يسموها لوبينج اوت، هيقص كل المنطقه اللي فوق بحيث انه تصبح الفاريبل دي مع الكونستنت الالفا، وهيصبح بالشكل ده وهيعطينا اي جي اي بفعل السيتوكاين. ايش؟ انتروكين 5. تعال نشوف مثال ثاني، لو طلع جاما انترفيرون، الجاما انترفيرون له هاي افينيتي انه يعمل افكتنج على السويتش جين للجاما. فايش اللي حيحصل؟ هذا الفاريبل حيروح يقرب الجاما مباشره الى جنب الاي، حيحصل لوبينج اوت للاذرز وحيتكون في النهايه اي جي جي. طيب الان لكم ان تتصوروا انتم لو كان الانترلوكين 4، ايش اللي حيحصل بالضبط؟
لو كان حصل برودكشن هاي برودكشن في انترلوكين 4 ايش اللي حيحصل؟ ايش هذا هو اي جي اي النقطه اللي لا تنسوهاش انه يحصل في ديزيز نسميه اكس لينكد هايبر اي جي ام سيندروم متى يحدث عندما يكون عند الشخص ديفكت في الجين اللي يعمل برودكشن للسي دي 40 ليجن فبالتالي مش هيحصل كلاس ووتشنج لانه ما فيش سايتوكاينز خالص وبالتالي الشخص ده ما عندوش الاذر هيموجلوبينز وبالتالي حيكون في ريبيتد بايوجينيك انفكشنز هو رير لكن بس فقط الشيء بالشيء يذكر تعال نشوف البرايمري اند سكندري انتي بوديز ركز معي لو سمحت يا سيمبل انا جو قالوا لو واحد اخذ تعرض لانتيجين الان هنا تعرض لانتيجين الان حيظل هذا الانتيجين تعرض له حيظل ركزوا معي حصلكم الان حيظل 7 إلى 10 أيام ما في أي حاجة عنده خالص بعد 7 إلى 10 أيام حيبدأ يظهر أنتيباديز من نوع IgM والأنتيباديز ده بكمية ما هيش الكبيرة كمية لا بأس بها IgM لهنا كويس طيب لو حصل إن الشخص ده تعرض للسيم أنتيجين بعد فترة طبعا في البداية ما فيش ميموريسن خالص في البداية ما فيش ميموريسن لو تعرض للسيم انتيجين او في السكندري اكسبوجر على طول within hours شوفوا هنا كان 7 الى 10 ايام اذا within hours حتطلع كميه كبيره جدا من الاي جي جي الان اعمل لكم بريك بتويت اللي قلناه برايمري عن سكندري اميون ريسبونس طلعوا الورقه لو سمحتوا الكل يعمل I am going to say that الانتحشن بيريود سبعة إلى عشرة أيام الانتي بادي اللي لو هنا برافو الميموري سيل ماشي هنا وهنا في ميموري سيل الديكلاين حيكون رابط حيكون ديكلاين رابط وانا استمر فترة طيب لو سمحتوا يا جماعة عليكم بس لو سمحتوا زادة ولا في فايدة طيب ايش رايكم نشيل نناقش على الهواء Most vaccines are given in more than one dose. مش راح تلين لما نروح نقطع أطفالنا أكثر من جرعة أكثر من جرعة ليش؟ تفضل لو سمحتوا اسمعوا هذه واحدة حل برافو عليك واحدة استمع منهم البسطول اللي تعمل برافو عليك البسطول حتعمل هاي ليفل اوف انتي بوديز كميه كبيره ولذلك تخيلوا حيكون في هاي ليفل وكمان حيتكون منها ميموري سيل وهاي ليفل حيتكون منها ميموري سيل اذا كلام جميل هذه الفيرست دوز زي ما قلنا حيكون في اندكشن بيريد وحيتكون اي جي ام لو ما نعطي السكند دوز احنا حنحفز من ميموري سيل حيطلع هاي ليفل اوف انتي بوديز لو ما نعمل كمان الثيرد دوز حيكون كمان في هاي ليفل ومن هنا ليش نعطي دوز اكثر من مره عشان نضمن انه يكون في كميه كبيره من الانتي بوديز وفي ايضا الميموري سيل طيب اخر حاجه المونوكلون انتي بوديز سهل جدا سهل اختصارها خلاص ما الام مونوكلون والاي بي اللي هي انتي بوديز ركزوا معي لا تنسوش ما معنى مونوكلون انتي بوديز
معناه انها it is highly specific antibodies. It produce against single DB2. DB2 واحد فقط. وذلك يسموها مونو. لكن لو في انتيجين ومعه خمسة five epitopes. يحقنوه شوية قفل الباب وفتح الباب. طيب وبعدين جيت عند الفار وما شفتش. طيب إذا عند فور إبتو جبنا فار حقناه. مش المنطق إنه هتكون four type of B-cells. هقولوا أيوة ولا لا؟ اتفقنا أن كل B-cell لها specific receptor هيتكونوا four B-cells. هذه B-cells لو خليناهم يواصلوا أكيد هتتكون four types of antibodies. صح؟ نسميها polyclonal قولوا أيوة antibodies. جميل. لكن العلماء قالوا لا، بعد سبع أيام نذبح الفار عشان نأكله. من بعد عشان نأخذ الإسبلين. مش لما نأخذ الإسبلين الآن هنحصل بسل على وشك إنها تحول إلى بلازما سل. صح؟ كويس. أيوة أيوة أكيد طبعا. فكيف يعملوا؟ يجيبوا الآن بعد ما ذبح الفار وأخذوا الإسبلين يجيبوا البسل يعملوا بروفيكيشن حيكون الفور بسل على وشك إنها تحول إلى بلازما سل عشان تطلع أنتيباديز. ويحطوا معها المايلوما سيل. مايلوما ايش هي؟ عبارة عن كانسر اوف بلازما سيل. يعني بنت عم البي سيل. شوفوا الفكرة الكانسر دي على طول يحصلها ديبيشن. فبالتالي فرصة هتطلع كمية مهولة من المونوكلونال انتيباديز. طبعا دي نسميها هيبريدوما. لما نخلط البي سيل مع المايلوما نسميها هيبريدوما. الان كلهم اجتمعوا البي سيل الاربعة مع المايلوما سيل ونعمل فيروفيكيشن بحيث نعزل كل بي سيل لوحدها وحيتكون مونوكلونال انتيباديز لكل اي بي فوكس. طيب نستخدم هذه المونوكلونال انتيباديز كيش؟ يا نستخدمها في الدياجنوسيس يا نستخدمها في الثيرابيوتيك. وعلى فكره اليوم في الثيرابيوتيك في استخدامات مهوله وحتشوفوها وجزء منها حتكلم عليها في الكيمو. اول استخدام فور ايدنتيفيكيشن انتيجين اون سيل اوف مايكرو اورجانيزم. مش المايكرو اورجانيزم عليه ايبيتوب معينه. اروح العلماء يروحوا يشوفوا الايبيتوبز اللي ما يحصلوش اي تشينج، فيروحوا الايبيتوبز ذا يكملوا له مونوكلونال انتيباديز وبالتالي يحتفظوا بهم. مثلا هذا مونوكلونال انتيباديز فور فيبريو كوليرا، فبالتالي لو جي عندي كوليرا اروح امسك الكولونيوم واحط الانتيباديز اللي هي مونوكلونال حيرتبط فقط بسنجل ايبيتوب فحيستخدم في التشخيص. الامر الاخر مش احنا قلنا معانا سي تي 4 سي تي 8 سي عدد كبير، فنروح نطلع مونوكلونال انتيباديز سبيسيفيك للسي دي 4 مونوكلونال انتيباديز سبيسيفيك للسي دي 8 وخليه معاه. لو ما عاوز اشخص كم عند الشخص ده سي دي 4 على طول اسحب منه البلد واحط المونوكلونال انتيباديز مش هتنطبق الا بال سي دي 4. انتوا عارفين انتوا اخذتوا الاتش اي في صح؟ كان في مشكله زمان لان احنا كنا نقول للناس الاتش اي في الاتش اي في التارجت حتى تي هيل بارسل والتي هيل بارسل عليها سيدي حسن سيدي فور. طيب لما راح رجعوا شخصوها ما عملوش مونوكلونات، عملوا انتيباديز اجينست تي سيل، فظهر الشخص ما عندوش اي ديفكت للتي سيل خالص. فبعدين سبحان الله مع تطور العلم قالوا المشكله اذا عنده ديفكت في السي دي 4، ولذلك لما راح عملوا مونوكلونال انتيباديز للسي دي 4 حصلوا ديبليشن في السي دي 4. ولذلك المونوكلونال انتيباديز هاي سبيسيفيك، حتى التعريف نسميها هاي سبيسيفيك لانها ترتبط فقط بسنجل ايبيتوب. الامر الاخر احنا مش اخذنا ولسه هناخذها في الـ في الـ في الترانسبلانتيشن نيورجي ترانسبلانتيشن اتش ال اي. الان انا مش معايا ام سي كلاس 1 ام سي كلاس 2،
اللي هي من سي كلاس فورم واللي على كل ديفليتد سيل. مش قلنا انه اللوكس حقه A و B و C، وقلنا انه في عدد من ال A وعدد من ال B وعدد من ال C. جميل. الان حاخذها بالتفصيل ان شاء الله في الترانسبلانتيشن. الان عاوزين يشوفوا حقي انا البكرم حق الام سي كلاس 1، فمعاهم مونو كلو انتي بوديز للاي اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 الى اي 50. تمام. فعلى طول ياخذ قدره الدم حقي ويحطوا عليها، يوزعوها في ويلز ويحطوا عليها الانتي بوديز تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4. اللي يحصل فيه طبعا حنتناولها تكنيكس ان شاء الله في الترانسبلانتيشن، اللي يحصل فيه رياكشن نقول اذا هذا عنده اللي هو الاي انتيجين رقم كذا. فاذا المونوكلو انتي بوديز لها استخدامات مهمه جدا، وعلى فكره واحده من التيشو تايبنج اللي حنعملها وحنشوفها ان شاء الله في الترانسبلانتيشن، ان احنا كيف نعمل ديتكشن للاتش ال اي انتيجين. في امر مهم جدا في الالفا فيتو بروتينز. الناس اللي عندهم ليفر كانسر عافانا الله واياكم، لما نروح نشوف لهم الفا فيتو بروتينز نحصله هاي. ولذلك احنا نقول في نقطه مهمه جدا يغلطوا فيها كثير من الزملاء، يعني ما نقدرش نعتقد ان عنده هبات كارسينوما الا لما يطلع فوق ال 100. لكن بعض الناس هو الى النورمال الى النورمال ريج حقه الى 10 فيطلع مثلا 20، ها اقول لك عنده كانسر. لا، لو حتى كان عنده كرونيك هيباتايتس حيرتفع الى 20 30. لكن ما نقدرش نقول انه الفا فيتو بروتينز الا اذا كان اليفيتد من البدايه بشكل كبير. اذا هو بنستخدم مونوكلونال انتي بوديز اجينست الالفا فيتو بروتينز. كمان الكارسينو امبريونيك انتيجين للكولون كانسر، وعرفت هذا ماركر ممتاز جدا في التيومر ماركر، وكمان ماركر حلو جدا للفولو ابزيشن. لما نعمله فولو اب نروح نشوف الكارسينو امبريونيك انتيجين. نفس الوضع مونوكلونال انتي بوديز نستخدم عشان نعمل ديتكشن للكارسينو امبريونيك انتيجين. كل الهرمون السي زي التي 3 تي 3 تي 4 تي سي اتش نستخدم مونوكلونال انتي بوديز. تعال نشوف الثيرابيوتيك يوزز. انتي تيومر ثيرابي. شوفوا الان هذه كانسر سيل. العلماء يقولوا الان طبعا في محاضره كامله عن تيمونولوجي، لكن حاعطيكم بس كيف الفكره البدايه وانا مش بالتفصيل في محاضره تيمونولوجي. هذه الكانسر عليها مش عليها ديفرنت انتيجين. يروح يكونوا مونوكلونال انتي بوديز للانتيجين اللي ما يحصلوش اي تشينج. ويربطوه بسايتوتوكسيك دراج. فمش لوجيك ان الانتي بوديز ده حيروح يرتبط سبيسيفيك، لانه مونوكلونال انتي بوديز حيروح يرتبط سبيسيفيك بالانتيجين. والسايتوتوكسيك دراج حيشتغل على التيومر سيلز. ومن هنا سموها الماجيك بوليت ثيرابي. ايش معنى ماجيك؟ سحري. بوليت طلقه. اذا الطلقه السحريه، لانه ايش ماساتنا احنا اليوم في السايتوكسيك دراجز او الكيموثيرابي؟ الكيموثيرابي يضرب الخلايا كلها نورمال على اب نورمال. لكن الماجيك بوليت ثيرابي لا، محملين احنا في معانا انتي بادي مونوكلونال انتي بوديز اجين سبيسيفيك انتيجين للتيومر ورابطينه بايش؟ سايتوكسيك دراج. فلما نحكم للشخص الانتي بادي حيرتبط بالسبيسيفيك تيومر فقط، يعني بالاب نورمال سيل، والسايتوكسيك حيشتغل على نفس الخليه يعمل لها كلينج. بس ده طبعا نتائج حقه كويسه لما يكون التيومر في الايرلي ستيجز واحد، ولما يكون كمان التيومر الانتيجين حقه ما يحصلوش اي فاريشن. الان بالاخر من ضمن المونوكلونال انتي بوديز لا تنسوش سنجل ايبيتو الانتي سي دي 3 يستخدموها في الترانسبلانتيشن. يبغوا حنشرحها لك كلها الان. لما يعملوا ترانسبلانتيشن لملايين من ياخذوا من دونر الى ريسيبيانت، الريسيبيانت اللي حيستقبل الكدني يعطوه انتي سي دي 3. ليش؟ كل التي سيل، لانها مش موجوده في التي سيل كلها، كلها حتعمل سبريس لكل التي سيل حتى تتقبل هذا المزيج او هذا العضو. في حاجة جديدة اليوم جابوها اللي هي انتي تيومر نكروتيك فاكتورز، يسموها كايميريك. حتعرض الكايميريك بعد شوية بعد لحظات. يعرفوا بها الروماتويد ارثرايتس، لأنه الشخص ده في انفلميشن على طول. فعاوزين حاجة مونوكلونال انتي بوديز تعمل بلس للتيومر نكروتيك فاكتورز عشان ما يحصلش الانفلميشن المستمر. كمان تعمل نترولايزيشن حتى لأي توكسيسيتي ولأي كمان الانتي السناك فينوم. احنا نروح في مثلا الان في السموم اللي بتطلعها الثعابين وكذا، يروحوا يعملوا المصل حقها. فلو واحد
حصلوا انه لدغته ولا عضته؟ لا لدغته من ثعبان يروح يعطوه انتي توكسين مونوكلونال انتي بوديز. انتوا عارفين دائما احنا نعطي الانتي دي والانتي الانتي ار اتش. لما تكون مرأة حامل فصيلة دم عليها ار اتش نيجاتيف والزوج ار اتش بوزيتيف الجيلة برضه ما فيش مشكلة، لكن يروح يعطوها خلال 72 ساعة يعطوها الانتي ار اتش عشان يعمل بلوك للي جاية من الجنين بالضبط عشان ما يحصلش تكون للميوغلوبين تطلع بعدين تتكون وتحول الى اي جي جي وتروح تعبر عبر البلاسنتا وفلو في جنين الثالث او كل واحد عمل له هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. في اخذته في الفرسيلا زوستر اخذته فرسيلا زوستر فايتو ميجالو فايروس الفرسيلا زوستر اللي هي شيكن بوكس صح؟ شيكن بوكس. طيب احنا نعمل ايش؟ يجيبوا الان مونوكلونال انتي بوديز للفرسيلا زوستر عشان تخفف المانيفستيشن. اذا المانيفستيشن طويل روح نعطيه مونوكلونال انتي بوديز عشان تعمل ديوزنج للمانيفستيشن. التايبز اوف مونوكلونال انتي بوديز في 3 تايبس البيورين والكايميريك والهيومنايز. الرابع هو الهيومن بيور هيومن، لكن الثلاثه اللي هم الان البيورين والكايميريك والهيومنايز. طيب تعالوا شوفوا البيورين. البيورين هذا الفكره حقه ايش؟ يروح يجيبوا انتيجين يحطونه في الماوس حيطلع انتي بودي كله جاي من ال جو يجربوه طلعت نتائج مخيبه للامال. اولا البروبريتريشن والامر الثاني هايبر سنسيتيفيتي، وبالتالي ما كانش لازمه خالص، لكن كان فكرته بدات تنتج من الفكره حقه افكار. طيب راحوا جابوا الكايميريك. الكايميريك احنا مش اتفقنا في معنى منطقه ثابت وفي معنى انتيجين بايندينج سايت؟ قولوا ايوه. شوفوا يروحوا ياخذوا منطقه الانتيجين بايندينج سايت من الفارم والباقي كله هيومن فيسموه الكونستنتريشن حقهم الهيومن. اذا الانتي بايندينج سايت من الـ من الـ من الماوس والكونستنت ريجن من الهيومن فيسموه كايمريك. خفت الهايبر سنسيتيفيتي ولو استخدامات كثيره الان. ركزوا معي لو سمحتوا. اكزيمات لو تشوفوا اي واحد كذا اكزيمات اعرفوا انه كايمريك. ما معنى كايمريك؟ انه الانتي بايندينج سايت اخذوها من الفار والشبكيه كلها تستلوان للهيومن. طيب امثلته ايش؟ ريتوكسيماب. ريتوكسيماب شهير جدا على فكره ويستخدموه الان. هو اجينس الانتي سي دي 20 ودي موجوده على البي سيل عشان يعالج الليمفوما. اذا ريتوكسيماب مونوكلون انتي بوديز شهير وهو كايميريك. ما معنى كايميريك؟ الامر الثاني انفليكسيماب. الانفليكسيماب واحد من اللي استخدم في الروماتويد ارثرايتس عشان يعمل بلوك للتيومر فاكتورز يسموه انفليكسيماب. اذا لا تنسوش دائما في اي مونوكلون انتي بوديز لما تشوفوا اكسيماب معناه انه ذا كايميريك. جميل. الهيمونايز 95% هيومن. شوفوا الان مش كل الانتي بايندينج سايت فقط 3 ريجنز الهايبر فريبل ريجنز يعني ياخذوها من الفار والباقي كله من الهيومن. فقدروا خلاص هذا انسان مع باقي الاداء. زيوماب حقه الابريفيشنز الاخيره زيوماب. لما اشوف الزيوماب اعرف انه هيمونايز انه اخذوا من الماوس ايش؟ 3 هايبر فاريبل ريجنز اللي سميناهم ادي تايب. تراستيوزوماب وده شهير جدا يستخدم في البريست كانسر. ليش؟ لان البريست كانسر فيه الهيرتو بروتين. الهيرتو بروتين ده يعمل اوفر ديفيجن للسيلز فيخليها تنقسم بشكل كبير فيروح يعطوها مونوكلونال انتي بوديز عشان يعمل بلوك لهذا الديفيجن. اخر واحد الهيومن والهيومن ده الان بدا يطلعوه منه من ضمن الانتي تيومر فاكتور الفا وده كله بالجينيتك انجينيرنج. المفروض اخذته في الدي ان اي ريكومبايليشن والجينيتك انجينيرنج كيف نطلع ما نسميه هيومن كله بيور. جاهزين؟ ابدا من هنا اليوم. لا. طيب ابدا معاكم لو سمحتوا. ابدا معاكم. بوري كرونا انتي بوديز. هيومن. مونوكلونال انتي بوديز. اكتيفيشن اوف ماكروفيج.
ولا واحده صح تبين انه قاعد يسال. مش اتفقنا احنا انه اليوم مصر عن تجين لحظه مصر عن تجين اللي عليها اكثر من بيتو وبالتالي حتى هو يكون عندي بديل. ما راح يكون عندي بديل. ليمفوسايت بديوز باي ليمفوسايت انا عيني على الشباب. مايلوما سيل لا تفرج لي تفرج لي لا تمثل هيبريدوما الله يكلمكم لو يلا هيبريدوما راسيا كومباني روك مونوكلونال انتي بوديز ويز مايلوما سيل بيفل وذ سبيسيفيك انهيبيتور بيفل وذ مايلوما سيل مونوكلونال انتي جين وذ مايلوما سيل بيفل وذ مايلوما سيل. But the most vaccines are given in more than one dose is good. Production of IgM. Yeah. IgG is the main antibody produced. Antibodies stay a long time. No thing. The level of antibody is high. Class-switching occurring by change in constant of light chain, variable of light chain, constant of heavy chain, light and heavy chain. Akeed, the constant of heavy chain. Yalla, sahaba. In I to 5, the classes is a mere I to 5, class-switching, and the specificity of antibody is changed. مع السلامة. IDM is the only antibody made to ABO blood draw antigens recall. Famous independent antigens. Famous independent antigens. Secondary immune response. Polysaccharide antibody. Secretary IgA. Secretary IgA. It's not destroyed by digestive enzyme. Flesh. Due to J chain. Disulfide bond. Secretary K. دايمريك فورماتيف سكرتري بيس اللي بتمنع ان ما يحصلوا دايجستيف فايل دايجستيف انزايم. The presence of IgM in the newborn blood indicates intrauterine infection. IgM cross placenta. IgM cannot cross placenta. The fetus infected during pregnancy. It's the only antibody made by fetus. Major antibody of the second immune response. Stay for a long period. IgG is the major immunoglobulin
counting 75% of the total immunoglobulin because it's able to do neutralization, complement fixation activation, oxidation, ADCC. By all of the following about trastuzumab. It's humanized map. It's chimeric. For breast cancer. Anti-tumor nuclear.